ISEC هي organisation internationale موجودة في أكثر من 127 دولة. ديجا هي توجدت من عام 1948. ISEC موجود فيها 11 لوكال في تونس, منهم لوكال نابل اللي موجود في إفسيك نابل. ISEC هي ديجا كما قلت لك organisation internationale apolitique indépendante à but non lucratif و gérée par des étudiants. يعني في الأنشطة متاعنا احنا نحاولوا نعطيوا الفرصة للإتوديان باش يعيشوا الإكسبيريانس في القيادة, كيف يعني كيفاش يعملوا دي بروجي, كيفاش ينميوا الكولتور متاعهم ويتعرفوا على عباد جدد والكل. ان فيت معناها عنا دي بروجي نخدموا عليهم اللي هما دي بروجي ديشانج. يعني نحاولوا نعاونوا لي ستوديون باش يخرجوا في اكسبيريونس لبرا في دوله هما يختاروها. استاج معناها تنجم تقول يعني باش فما احنا كيفاه فما جلوبال فولونتير اللي هو عمل تطوعي. يعني مثلا يختار دوله ويخدم عليها, يخدم في بروجي مع لوكال اخر في دوله هذيك. البروجي ذي نحاولوا يخدموا على اهداف التنميه المستدامه كيما الفقر, يعني الجوع اللي معناها زيرو هانجر, كيما مثلا كواليتي ايدوكيشن يعني تحسين التعليم, معناها حاجة الأهداف التنمية المستدامة. بعد تالي الإكسبرينس هذيك تدوم من 6 إلى 8 جمعات كما قلت لك اسمها Global Volunteer. أبار هذيك لزيتوديان ديبلومي اللي عندهم يحبوا يخرجوا في يعني تجربة بروفيسيونيل ينجموا يشاركوا في Global Entrepreneur اللي هما معناها يحاولوا يخدموا مع الستارتاب ويحاولوا معناها في يعاونوا في الكرياسيون دي ستارتاب وكيفاش معناها هنا قلت لك ما ودوم التجربة هذه من ابارتير من 3 موا واللي هي تزيدهم في الاكسبيريونس نتاعهم بروفيسيونيل وتعاونهم في السي في نتاعهم. ابارسا معناها معناها تلقى لك توفر لك وين باش تبيت وين باش تقعد البيريود هذيك الكل. وعلى ليتيديون بيان سور باش يشوف اسكو معناها البلاد نتاع البلاد اللي باش يمشي لها تستحق فيزا ولا علي هو البي نتاعو مصروفه غاديك علي هو نورمالمون. اما احنا معناها نوفروا له الاوبورتونيتي نسهلوا له في الفيزا وتقعدوا تتابعوه. واكيد زاد مش كيما باش يسافر وحده ليتيديون والمصروف عليه وكري وكل شيء وشوف معناها يلقى اوبورتونيتي ولا كيما باش يلقاها بريسك معناها حاضره في ايسيك شرقه اوبورتونيتي يمشي وكل. يلقى كل شيء منظم ديجا ابار معناها احنا نخرجوا نعاونوا التوانسه الشباب التوانسه باش يخرجوا الكل. نجيبوا زاده نجيبوا دي ستوديون دي جون من برا ومعناها نحاولوا نعطيهم زاده هما اوبورتونيتي باش يتعرفوا على تونس باش يعاونوا في التنمية متاع تونس سواء باللي معناها في الكوتي بروفيسيونيل وإلا فولونتير. وانتم تختاروا ليزيتيديون اللي تختاروهم يكونوا في اختصاصات معينة ولا من أي معناها من أي كلية ولا أي معهد يجيوا من أي اختصاص ينجموا يشاركوا في نورمالمون من أي اختصاص مثلا انت وال معناها خاطر قلت لي انت المشاريع مربوطة بالتنمية هذيك هذيك في الكوتي فولونتير. يعني انت كي باش تخدم في بروجي فولونتير معناها هنا ولا غادي احنا جوست نحبوا نعملوا معناها ناثروا على الشباب باش يوليوا يخدموا لي بروجي اسوسياتيف. يعني يخموا في غيرهم, يخموا باش ينميوا المجتمع نتاعنا, ينميوا تونس, يشوفوا معناها لي كوتي الاخرى نتاع الدنيا, كيفاه ناس فقاره ناس مش لاقيه شنو تاكل. خاطر لازم الشباب معناها يغزروا الحاجات هذيك, يغزروا الجانب الاخر اللي هو امبورطون على الاخر, مش معناها يغزروا للدنيا كوتي فلوس ولا حاجه. ابرسا احنا معناها ابر لي بروغرام ديشانج اللي نعملوا دي زيفينمون نعملوهم بور لي ستوديون معناها في في برشا معناها مواضيع. جوستومون انتم توا قاعدين نمشيو مع رانيا توا, انتم توا قاعدين تحضروا في ليفينمون تاعكم, هذا اول ايفينمون ولا قاعدين تحضروا وقتاش باش ينطلق؟ واعطيهم فكره للعباد المستمعين شنو ليفينمون هذا باش يكون بالضبط. ليفينمون اسمه ايوا انوفيتو ذايسك معناها ابدع مع ايسك.
لا بروميير اديسيون تاع ليفينمون باش يصير غدوه ان شاء الله في لاف سيغنيبل من 10 ل 6 تاع العشيه اون جورني باش يتقدموا فيها دي فورماسيون في السوسيتي سيفيل اهداف التنميه المستدامه بروجي كرياسيون دو بروجي ولا ايتود دو بروجي بادجيتينغ و بيتشينغ 5 فورماسيون باش يتقدموا على طول النهار في اخر السيسيون باش يصير باش احنا اخترنا ديجا 50 بارتيسيبون باش نقسمهم على 10 جروبات جروب دو 5 كل واحد ايوا لو بروجي ملول باش يعملوا البيتشينغ ملول باش يعملوا البادجيتينغ والايتود دو بروجي في الاخر باش يتلعب دي بروجي دونك هما يحضروا البروجي نتاعهم بار جروب كل جروب قداش فيه قلت لك دي جروب دو 5 بيرسون يعني دونك كل خمسه اشخاص يقدموا بروجي ويعرضوهم بعد في اخر النهار على الجوري الموجودين غاديكا ومن بعد من لي بروجي دوكم يختار بروجي واحد اللي هو باش يتوج من بعد احنا باش نختاروا 3 بروجي 3 جروب دو غانيون داكور لو جروب اللي راو احنا فيه نجموا احنا نعملوه في ايسيك باش نختاروه لو جروب غانيون سينون لو 3 جروب باش يكون عندهم دي بري دي كادو من عند الجوري لو بروجي فيه ديما باش يكون ريليتد للاهداف التنميه المستدامه مربوط بالديما اي باش يختاروا ان هدف من اهداف التنميه المستدامه باش يخدموا عليه لو بروجي داكور مي وبالنسبه لبعض كما قلت انت جوست الكادو نتاعهم ولا الجائزه باش تكون ماديه ولا ثم متابعه للمشروع اللي باش ينجح البروجي الاول فما متابعه من لايسيك باش تنفذ المشروع لي تخوا الاخرين معناها الاول والثاني والثالث باش يكون فما دي كادو جونغ باك مكياج دي فورماسيون اون لين غراتويت باش يقدموهم نو سبونسور دونك هذا التحضير معناها البروجيات حاضرين عندهم برشا لي زيتيديون دونك يخدموا على البروجيات نتاعهم من قبل يحضروهم جوست ليفينمون هذا كي يصير ليفينمون هذا يولي يقدموهم خاطر قلت لي انت قبل بوقت اخترتوا ال 50 لي احنا اخترناهم عمرو الفورمولير برشا عمرو الفورمولير واحنا عملنا سيليكسيون دو 50 بيرسون بعد غدوه باش يدخلوا معنا في اي سولون البروجي يعني لي بروجي الاقرب للتيم نتاعكم لي احنا غدوه باش نحطوهم في دي workshop في l'étude de projet في budgeting توا نو بارتيسيپون ما عندهمش فكره غدوة باش يصير السيليكسيون نتاع لي اس دي جي اللي باش يخدموا عليه نتاع الهدف نتاع الاهداف التنميه المستدامه اللي باش يخدموا عليه باش يعملوا l'étude وقتها غدوة معناها l'étude de projet غدوة باش يحددوا budgeting في وسط لي جروب قداش عندهم وقت نهارين اون جورني نهار بركة أي. دونك عمل جبار ريتم قوي اي ريتم قوي دونك نعاود نذكروا مره اخرى وقتاش باش يبداو فين بالضبط ليفينمون غدوه في لاف سيغنيبل من 10 ل 6 نتاع العشيه باش يكونوا فما دي بوز كافي فما دي بوز لي سيسيون باش يبداو نص النهار لي سيسيون نتاع ليتود دو بروجي والبادجيتينغ والبيتشينغ وقبلهم باش يكون فما الاس دي جيز والسيفيل سوسايتي معناها فما عباد ما تعرفش اهداف التنميه المستدامه باش نوريهم الاهداف باش يختاروا وقتها شنو باش يخدموا على انو تيم باش يخدموا فات عندنا باج فيسبوك اللي هي isec.nabl in Tunisia وديجا اذا هما يحبوا يشاركوا في لي بروغرام ديشانج ينجموا يدخلوا على السيت ويب اللي هو www.isec.org ونحب معناها نزيد حكايه اي تفضل اللي هي معناها احنا نحاولوا ديما نلاحظوا الشباب التوينسة عندهم دي زيدي عندهم أفكار عندهم الرغبة إنهم يخلقوا حاجة جديدة ويعاونوا بها تونس معناها ويطلعوا بها مي الفرصة مش موجودة برشا هذيك علاش احنا معناها ايسيك وايسيك نابل نحاولوا إنه نخلقوا الفرصة بار لي زيفينمون نعطيهم الفرصه هذيك باش يشاركوا معانا واللي هي حاجه باهيه على الاخر وننصحهم معناها الشباب اون جينيرال